الآن أنت تلوح بالحرب، نعم، ولا تقصد أن تدخل الحرب، ولا تريد أن تدخل الحرب، ولا يريد الناتو أن يدخل الحرب، لأن الناتو في الأساس قيادة أمريكية. نعم. الأمريكان لا يريدون دخول الحرب ولا الاشتراك في العمليات العسكرية، ولكن التحريك، تحريك القوات والحشد ونشر الأسلحة وكذا، ربما يأتي من باب الضغط النفسي والضغط الاستراتيجي على روسيا. نعم. أنا في تقديري روسيا لن تستهدف القوات التي ستتحرك تجاهها، ولكنها ستستهدف في تقديري بالصواريخ عواصم ومدن رئيسية في الاتحاد الأوروبي. عواصم ومدن رئيسية في الاتحاد الأوروبي. نعم نعم، هذا سيكون التصعيد إذا أرغمت الولايات المتحدة بحماقتها وحماقة رئيسها. وقلت في هذا البرنامج قبل ذلك، يعني دعوت الله سبحانه وتعالى أن يجنب البشرية حماقة حكام هذا الزمان. فإن ضغط بايدن والاتحاد الأوروبي والناتو ضغطا أشد بعشر درجة على روسيا مما سيثرها، فسيكون الرد يعني عشوائيا. نعم. ويعني يتسبب في إشعال المزيد من الجبهات. نعم. وربما نذير باندلاع الحرب العالمية الثالثة، التي في تقديري. نعم. الحرب الروسية الأوكرانية هي شرارتها.